أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلاً ومرحباً بكم إلى جلسة الأعمال وفيها العديد من الملفات الاقتصادية. في قصتنا الأولى، حلت 9 بنوك قطرية بقائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2024 وفقاً لتصنيف مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة Financial Times البريطانية. وضمت قائمة البنوك كلاً من بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي المصرف ومصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة وبنك الدخان والدولي الإسلامي والبنك الأهلي وبنك لشا. واليوم نبحث في حجم أصول البنوك القطرية وتطور أرباحها ومساهمتها القوية في الناتج المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني. أما في موضوعنا الثاني، فقد قالت وزارة المواصلات إن الخطة الشاملة للنقل 2050 طويلة المدى ستضع دولة قطر ضمن أكثر الدول استدامة في العالم من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تعزز الاقتصاد وتحسن نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين مع الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة قطر. اليوم لنا نقاش موسع حول تلك الخطة الشاملة بعيدة المدى التي تعد خارطة الطريق للاستثمار في البنية التحتية في قطاع النقل، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني. أما في قصتنا الثالثة، سنتابع وإياكم أداء مؤشرات بورصة قطر وأسهم الشركات المدرجة وكذلك أداء قطاعات السوق، بالإضافة إلى جولة على أسواق المال الخليجية والعالمية. أما في موضوعنا الرابع، فقد كشف تقرير للمركز المالي الكويتي حديث أن حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية قد بلغ 75 ملياراً و500 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة سنوية قدرها 38% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. اليوم نبحث أهمية إصدارات السندات والصكوك في تنظيم حركة السيولة بالاقتصادات الخليجية ومستقبل تلك الإصدارات في ظل ترقب الأسواق لخفض أسعار الفائدة. في موضوعنا الأخير مشاهدينا الكرام، كشفت المفوضية الأوروبية تراجعاً في ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو خلال شهر أغسطس، حيث يأتي التراجع بعد فترة من التعافي الطفيف الذي شهدته الثقة المستهلكية منذ فبراير الماضي، مما يثير تساؤلات حول مدى استدامة الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. وتعكس البيانات أن المستهلكين الأوروبيين ما زالوا يشعرون بحذر شديد تجاه مستقبلهم الاقتصادي، مما قد يؤثر سلباً على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، كل هذه المواضيع نبحثها مع ضيوفنا في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ معكم أولى فقرات حلقة اليوم من برنامج جلسة الأعمال. البداية مع القطاع المصرفي في دولة قطر، حيث حلت 9 بنوك قطرية بقائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2024 وفقا لتصنيف مجلة The Banker العالمية التابعة لمؤسسة Financial Times البريطانية. وضمت قائمة البنوك كل من بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي المصرف ومصرف الريان والبنك التجاري وبنك الدوحة وبنك
بنك تخان والدولي الإسلامي والبنك الأهلي وبنك لشا. وتعتمد ذا بانكر في تصنيفها للبنوك الواردة بالقائمة على 8 مؤشرات رئيسية، وهي الأداء العام والنمو والربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول وعائد المخاطر والسيولة والرافعة المالية، وذلك عن عام 2023. حلت 9 بنوك قطرية بقائمة أفضل 100 بنك عربي لعام 2024 وفقاً لتصنيف مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية. وجاءت مجموعة بنك قطر الوطني كيو أم بي في المرتبة 3 عربياً في تصنيف العام الحالي، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 15 ملياراً و500 مليون ريال خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي. وفي المقابل استقر مصرف قطر الإسلامي عند نفس ترتيبه دون تغيير بالمركز 15 عربيا والثاني على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة. وحقق المصرف أرباحا صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4 مليارات و300 مليون ريال عن العام المالي 2023 بنسبة نمو 7.5% على أساس سنوي. وبدوره انخفض ترتيب مصرف الريان مركزا واحدا إلى المرتبة 18 عربيا والثالثة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة. وقد حقق مصرف الريان أرباحا صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,450,000,000 ريال خلال العام الماضي. أما البنك التجاري فقد جاء بالمرتبة 26 عربياً في تصنيف عام 2024 مقارنة مع المرتبة 19 عربياً في تصنيف العام الماضي. وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت نحو 3 مليارات ريال خلال العام الماضي بنسبة نمو حوالي 7% على أساس سنوي. بينما جاء ترتيب بنك الدوحة في المرتبة 32 عربياً في تصنيف عام 2024. وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 769 مليون ريال عن العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 0.5%. أما بنك تخان فارتفع ترتيبه بواقع مركز واحد إلى المرتبة 33 عربيا في عام 2024. وحقق بنك تخان صافي أرباح بلغت 1,300,000,000 ريال في عام 2023 بزيادة نسبتها 4% مقارنة بعام 2022. وارتفع تصنيف الدولي الإسلامي مركزاً واحداً إلى المرتبة 40 عربياً في عام 2024 مقارنة مع المرتبة 41 عربياً في تصنيف العام الماضي. وقد حقق البنك صافي ربح بلغ 1,160,000,000 ريال عن عام 2023، أي بنسبة نمو 8.3% مقارنة بالعام 2022. وبدوره ارتفع تصنيف البنك الأهلي بواقع مركزين إلى المرتبة 44 عربيا. وأخيرا جاء بنك لشا الذي يظهر في تصنيف ذا بانكر للمرة الثانية على التوالي، حيث حقق ارتفاعا في ترتيبه بواقع مركزين إلى المرتبة 97 عربيا في تصنيف العام الحالي.
وللمزيد من النقاش نرحب بضيفنا السيد أحمد عقل، المحلل والخبير المالي. صباح الخير سيد أحمد. اليوم كيف يمكن أن نقيم حصيلة أداء البنوك القطرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير إليك وللسادة المشاهدين. لا شك أنه البنوك في أي اقتصاد هي القلب النابض لهذا الاقتصاد، وهي أساس من أساسات الدورة الاقتصادية، تعتمد بها الشركات على عمليات التمويل والتوسع، وأيضا تساهم هي بشكل كبير بتنفيذ السياسات المالية والنقدية للدول عبر أسعار الفوائد وغيرها من المعطيات الأخرى. بكل الأحوال البنوك القطرية بشكل عام بنوك قوية ذات ملاءة مالية، استطاعت أن تحقق خلال هذا العام نمو جيد تجاوز 6% حتى الربع الثاني من العام الحالي. يمكن مقارنة الربع الثاني بالربع الأول كان في بعض التراجع حوالي 2.5% بأرباح البنوك مقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ولكن على مستوى العام ككل كان في عنا ارتفاع حوالي 6%. التراجع بالربع الثاني هو طبيعي لأنه دائما بالربع الأول بكون في عنا عوائد استثمارات وإغلاقات سنوية، وبالتالي بكون نتيجة العام كاملة ظاهرة بهذا البنك أو بهذه الشركة. بعض التحركات الموسمية مرات بتتغير، وغالبا أو تاريخيا دائما الربع الأول بالبنوك بشكل عام هو الربع الأقوى والأكثر، وبرجع بيجينا الربع الرابع كمان بيكون عادة من الأرباع المهمة جدا اللي بيكون فيها خلينا نقول أيضا تحقيق أرباح ببعض الأحيان استثنائية. بكل الأحوال خلينا نقول أنه البنوك عنده أداء قوي جدا، يعني في عنده موضوع الودائع زاد بشكل جيد خلال هذه الفترة. إذا بدنا نحكي عن موضوع القروض، أيضا القروض ارتفعت بشكل واضح بهذه البنوك. إذا بنشوف بنظرة سريعة، عادة نحن بالسنوات الفائتة كان عندنا معدل ارتفاع الإيداعات 4.1% تقريبا من 2019 ل 2023 بآخر 3 أو 4 سنين. بالعام 2024 ارتفعت الإيداعات حوالي 4.6%، وبالتالي أكثر من المعدل حتى الآن حتى شهر جون، أكثر من معدل ارتفاع الإيداعات بآخر 4 سنوات المتوسط. السنة الفائتة كان حتى أقل من 2% تقريبا. إذا بنشوف القروض بشكل عام كانت معدل القروض حوالي 6.5%، اليوم عم نحكي نحن عن معدل قريب من 3-3.5%، وبالتالي نحن عم نشوف أنه التركيز على موضوع الإيداعات أصبح أقوى بالبنوك، هناك ثقة بوضع الأموال بهذه البنوك والاستثمار بها. موضوع القروض له معطياته بنحكي عنها لاحقا ليش انخفضت بخلال هذه الفترة، ولكن البنوك عم بتحقق نمو جيد بالرغم من الظروف الاقتصادية العامة الضاغطة على مستوى العالم والتضخم وغيره وارتفاع أسعار الفائدة، ولكن عم بتحقق نمو بالفوائد يمكن أقل من السنوات السابقة على مستوى القروض، ولكن ما زال النمو موجود. فهيدا بدل على مدى مساهمة هذه البنوك بالاقتصاد الوطني. نحن عنا أصول بالبنوك تفوق 2 تريليون تقريبا ريال، وبالتالي نحن عم نحكي عن أرقام ليست أرقام سهلة، أصول كبيرة، إيداعات ضخمة، ارتفاع الإقراض بشكل مقبول حتى الآن. هيدا كله عم بدل على أنه هذه البنوك لها دور محوري بتأمين سيولة للأسواق، بتأمين سيولة للمستثمرين، وأيضا بالمساهمة بتحقيق معدل دوران جيد للأموال داخل الدولة. نعم، كما تعلم البنوك استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة، لكن كيف ترى قدرة البنوك القطرية على التأقلم مع خفض أسعار الفائدة المرتقب؟ شوف، في هذا الموضوع بده شوي خلينا نقول شرح بشكل يعني نجرب يكون مبسط. هو موضوع ارتفاع أسعار الفائدة له حسناته له سيئاته، مثل ما موضوع انخفاضه له أيضا حسناته سيئات. هلأ اليوم نحن لما بدنا نحكي عن قروض، في ظل ارتفاع القروض في عنا أرباح أكثر، هيدي حقيقة، لأنه بالنهاية القرض بتكون الأرباح المحققة من إعطاء الأموال كقروض بتكون أكثر، ولكن بنفس الوقت الأرباح أو الفوائد التي تعطى للمودعين أيضا تكون أعلى، وبالتالي هون بنشوف نسبة القروض إلى نسبة الإيداع أو المودعين أو الإيداعات.
طيب بنفس الوقت كمان ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير يعني مزيد من احتمالات التعثر بالسداد، وبالتالي نحن عم نحكي عن مخصصات أكثر، وهذا يعني مصاريف عدم سداد أكثر. أيضا ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير يعني قلة الطلب، يعني اليوم أنا شخص إذا بدي اشتري منزل والفائدة 7 أو 8 أو 10% ممكن فكر مليا قبل الدخول بهذه الصفقة، لأنه 10% زيادة على مستوى القرض رح تزيد علي من تكلفة المنزل، وبالتالي يصبح سعره غير مغري كما كان سابقا. بينما لما تكون معدلات الفائدة أقل بيكون الطلب أكثر على القروض، وبالتالي مع انخفاض أسعار الفائدة بتقديري الشخصي ممكن نشوف مخصصات أو معدل تعثر عن السداد أقل من ناحية، ممكن نشوف زيادة بالطلب خاصة من قبل الشركات اللي بدها تتوسع بأعمالها، مطاعم أو مؤسسات خدماتية تفتح فروع جديدة. تصبح اليوم كل ما كانت الفائدة أقل كل ما كان موضوع الحصول على قروض للقيام بأعمال أخرى أكثر جدوى وأكثر إغراء. وبالتالي نعم البنوك بالعالم وبدولة قطر بالتحديد قادرة على التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة بسبب توقعات زيادة الطلب على القروض وقلة نسبة التعثر. كل ما انخفضت الفائدة كل ما أصبح سداد هذه القروض أقل إذا بدك ضغطا على المقترضين، وبالتالي مخصصات التعثر أو عدم القدرة على السداد تصبح أقل بشكل عام. فيعني دائما البنوك تعمل مع انخفاض وارتفاع أسعار الفائدة بطرق مختلفة، منتجات مختلفة. لما تكون أسعار الفائدة مرتفعة تصبح القروض موجهة إلى شريحة مخصصة عند قوة مالية، عند ملاءة قادرة على السداد، عند مشاريع أكبر يمكن. بينما مع انخفاض أسعار الفائدة حتى صغار المستثمرين بيصبحوا قادرين أكثر على التحرك بهذه القروض والعمل من خلالها. فهناك أسواق، وإن شاء الله إذا تم الخفض حتى أنا بتقديري بالعكس ممكن البنوك القطرية تستفيد أكثر بموضوع إصدار بعض السندات والاستفادة أيضا من فرص استثمارية أخرى موجودة. نعم، على صعيد تمويل المشاريع الوطنية، هل هناك من برامج تمويلية مطلوبة اليوم من البنوك لدعم دورها في تنشيط القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة؟ يعني خلينا نقول لا شك، يعني نحن بنعرف أنه القطاع البنكي هو أساس مثل ما قلنا النمو والتحرك بمعظم الاقتصاديات بالعالم، لأنه هو المصدر الأساسي للتمويل بشكل عام من بعد المدخرات الموجودة لدى الأشخاص والمستثمرين، وبالتالي مهم جدا أنه يكون عنده منتجات متنوعة. يعني بدولة قطر في عدة إذا بدك بنوك، في عنا بنك قطر للتنمية أيضا بنك تابع نوعا ما للدولة موجود يعمل بشكل أساسي مع صغار ومتوسطي المستثمرين، وله دور كبير يعني تشجيع رواد الأعمال على الفكر الجديدة وتطبيقها والقيام بها. بتقديري أنا أنه يعني البنوك خلينا نقول بالفترة القادمة بتصور أنه بده يكون عندها بعض المنتجات التي تعتمد بشكل كبير على تشجيع استغلال الفكر. يمكن هيدي ما زلنا بحاجة إلى الفكر الجديدة خاصة التي لها علاقة بالذكاء الصناعي اللي هو مستقبل قادم وبالقطاعات التكنولوجية. بتصور أنه يعني تشجيع هذا القطاع بشكل قوي خلال الفترة القادمة نحن بحاجة ماسة له لدعم اقتصاد الدولة والتماشي مع التطورات الاقتصادية الكبرى اللي عم نشوفها. بتصور انه هيدا الموضوع ممكن يكون مهم جدا. عدا عن ذلك معظم المنتجات عم تكون موجودة، ومن المتوقع وبتصور انه نحن بحاجة ورح نشوف تداخل كبير من بسموها الفنتك اللي هي تكنولوجيا المال إذا بدك، لها علاقة كبيرة بالذكاء الصناعي. رح نشوفها عم بتدخل على بنوكنا العالمية والقطرية وبكل العالم بالفترات القادمة لكي خلينا نقول تبدأ بالانتشار. أيضا الهندسات المالية موجودة بشكل جيد بدولة قطر. المؤتمرات الأخيرة التي تمت على مستوى صناعة المال وصناعة الصيرفة بالعالم كان لها دور كبير. البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية من الأقوى بالعالم بشكل عام. فبتقديري معظم المنتجات موجودة، وإن كنا بحاجة لخلينا نقول تشجيع
دور القطاع الخاص أكثر وإعطاء خلينا نقول مزيد من الاستثمارات أو دخول مزيد من الاستثمارات بمجال تكنولوجيا المال ومجال الذكاء الصناعي. نعم. لأنه هني مستقبل إذا بدك هذا النوع من الصيرفة بالأيام القادمة. نعم. أيضا اليوم هناك دور مهم لمصرف قطر المركزي سواء على صعيد تنظيم السيولة وأيضا وضع القواعد الإشرافية المنظمة لعمل القطاع المصرفي في الدولة. أهمية هذا الدور برأيك خاصة خلال المرحلة القادمة؟ يعني مهم جدا. نحن نعرف أنه المصرف قطر المركزي هو حامي الحمى للبنوك وهو العين الساهرة على حسن أداء هذه البنوك وحمايتها ببعض الأحيان حتى من فرص خلينا نقول مغرية ولكن فيها نسبة خطورة معينة. فوجود شخص يدير ويتابع أعمال هذه البنوك يعتبر خط أمان ودفاع أساسي لا يمكن الاستغناء عنه. شفنا هذا الموضوع منذ فترات الأزمة المالية نحن عندما كان في قرارات من البنك المركزي القطري بتحديد قيمة محفظة الاستثمار العقارية، محفظة قيمة الاستثمار بالأسهم للبنوك مقارنة مع الأموال الموجودة فيها ورأس مال وغيره. شفنا أيضا نفس الموضوع بتطبيق القواعد المحاسبية ما قبل حتى كورونا واللي كان من أهم المعيار المحاسبي رقم 9 اللي كان بيحكي عن اللي هي المخصصات وأهمية أخذها حتى في حال وجود ظروف عامة، يعني في حال عدم تخلف أو يعني أي عميل أو مقترض عن السداد ولكن وجود ظروف عامة قد تؤدي إلى التخلف أو إلى ضغوط على مستوى أداء أعمال الشركات يجب البدء بأخذ المخصصات. كل هذه القوانين اللي عم بتم إقرارها نحن شهدنا نتائجها المهمة جدا على مستوى نحن مر عنا ارتفاع فائدة من 0.25 لمستويات تقريبا 5.25 ل5.5 عم نحكي نحن 20 مرة 20 ضعف تقريبا ارتفعت الفائدة. ولكن بالرغم من ذلك نحن ما شفنا عمليات تعثر كبرى. في بعض الضغوطات في عنا اليوم إذا بنتابع بشكل يمكن مفصل أكثر على مستوى المخصصات وغيره أكيد ارتفعت بسبب هذا الموضوع، ولكن مقارنة مع ما حدث بكثير من دول العالم فنحن ما زلنا عند أداء مقبول على مستوى حجم الاقتصاد القطري، على مستوى أيضا عدد الشركات والبنوك الموجودة ما زلنا عند مستويات مقبولة. بالرغم من أنه هذا الارتفاع السريع ضغط مثل ما قلنا على بعض الشركات وشفنا عمليات تعثر ببعض الشركات الموجودة بالدولة، ولكن بالنهاية هيدا الاقتصاد وهذا قطاع الأعمال هو عبارة عن ups and downs، ارتفاعات وانخفاضات وضغوطات موجودة على مستوى الشركات. المصرف المركزي دوره الأساسي هو حماية المساهمين والمستثمرين بالبنوك وتوجيه هذه البنوك للعمل ضمن مستويات أمان عالية وهو ما نجح فيه. حتى اليوم إذا بنشوف الأصول ارتفعت بشكل كبير بهذه البنوك، مستويات النقد بالبنوك القطرية موجودة، الأرباح اللي استطاعت البنوك تحقيقها بالنصف الأول ارتفاع 6%، بنوك الاستثمار مثل بنك ليشة حققت نمو غير مسبوق. عم نحكي نحن اليوم عن معدلات جيدة، أداء جيد، ملاءة مالية لهذه البنوك. فأنا بتصور أنه نعم المصرف المركزي استطاع أن يلعب دور مهم بحماية البنوك من فرص استثمارية قد تكون جيدة ولكن فيها مستويات خطورة مهمة جدا. نعم، تحدثت عن المخصصات سيد أحمد، كيف ترى اليوم نسبتها إلى حجم التمويل الذي تقدمه البنوك القطرية وكيف تعاملت مع ملف الديون المتعثرة؟ شوفي يعني نحن عم نحكي المخصصات اليوم 4.1% تقريبا من مستويات القروض الموجودة مقارنة مع 3.9 ارتفعت. هذا الارتفاع مبرر لأنه نحن عم نحكي اليوم عن ارتفاع بأسعار فائدة وبالتالي وجود أعباء أكثر على المقترضين وهذا بيزيد من الضغط على مستويات القدرة على السداد. بنفس الوقت اللي عم نحكي فيه كنا خلال السنوات عن أو الفترة الحالية عن معدلات تضخم مرتفعة وغير مسبوقة وبالتالي أيضا ضغوط أكثر على مستوى مصروفات الشركات نفسها من شراء مواد أولية أو غيره وبالتالي تقليل من هامش الربح. اليوم نحن عم نحكي عن قروض بشكل عام بالعام الحالي كانت عم ترتفع قبل ب 6.5%، نحن عم نحكي اليوم تقريبا 3.9%.
ارتفاع القروض قل بشكل كبير مقارنة مع السنوات الفائتة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتكلفة الغير مبررة بالنسبة لكثير من المقترضين أو الذين كانوا يرغبون بالاقتراض بالفوائد. ارتفاع الكبير خلى فرص الاستثمار غير مبررة أو غير مجدية بالنسبة له. خلينا نقول موضوع المخصصات، أنا هون بدي أقول أنه يعني صحيح أنه المخصصات هي مصروف وهي يعني مؤثر أساسي على أرباح الشركات، ولكن وجوده أيضا هو حماية للمساهمين، لأنه فكرة المخصص هو عبارة عن قرض أو دين أو انخفاض بقيمة أصل متوقع حدوثه بالفترات القادمة، وبالتالي أخذه على مراحل بخلال سنة أو اثنين أو ثلاثة، يعني عدم خلينا نقول التغاضي عنه وظهوره فجأة بعد سنة أو اثنين للمساهمين، مما يسبب بخسائر ببعض الأرباح أو فقدان الثقة بأداء البنوك. بالعكس تقسيمه على عدة مراحل يعني اليوم الانتهاء منه بشكل قليل. بالفترة السابقة كان عندنا بنك الدوحة أحد البنوك اللي ما زال وكان يمكن عم ياخذ مخصصات بشكل نوعا ما أعلى من غيره من البنوك. استطاع البنك أن يحافظ على مستوى ربحية جيد، استطاع البنك أن يحافظ على التوزيعات، وحتى بدأنا نشوف بالعام الحالي والعام الفائت انخفاض، يعني نحن كان وصل بإحدى السنوات بنك الدوحة لأنه ياخذ مخصصات 1.5 مليار بالسنة أو واحد يعني 1.4 مليار تقريبا. اليوم نحن عم نحكي بالسنة الفائتة أقل من المليار، عم نحكي 800 إلى 900، متوقع أنه مع الفترات القادمة تكون أقل. بالتالي أخذ المخصصات هو شيء جيد، ولكن يعني التغير وارتفاع أسعار الفائدة وظروف الركود والتضخم التي مر بها العالم أجبرت بعض الشركات على الذهاب ل يعني مراحل عدم قدرة على السداد، أو على الأقل تعثر بالسداد أو تخلف وتأخر عن السداد بالمواعيد. نعم، كل الشكر لك سيد أحمد عاقل المحلل والخبير المالي على كل هذه المعلومات. في ملفنا التالي، قالت وزارة المواصلات إن الخطة الشاملة للنقل 2050 طويلة الأمد ستضع دولة قطر ضمن أكثر الدول استدامة في العالم، وذلك من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تعزز الاقتصاد وتحسن نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين مع الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة قطر. خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري تمثله الخطة الشاملة للنقل على المدى الطويل التي أعلنتها وزارة المواصلات لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التغير المناخي. كما تعمل أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل لأنظمة النقل. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050، وبما يشمل الطرق السريعة والنقل العام والمشاة والدراجات الهوائية وإدارة الطلب على النقل البري وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل. كما توفر الخطة إطارا مستداما ومعاصرا لتخطيط وتطوير وإدارة العرض والطلب لجميع أنواع مواقف المركبات، بالإضافة إلى مشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام الذي يؤسس لتحول كامل لمنظومة نقل تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة الصديقة للبيئة.
ويتكون البرنامج من 8 محطات للحافلات بالإضافة إلى 4 مستودعات للحافلات جميعها مدعومة بأكثر من 650 محطة شحن كهربائية لغرض تشغيل الحافلات الكهربائية. كما يضم البرنامج أيضا 4 مواقف إركن وتنقل مع تطوير أكثر من 2300 موقف انتظار للحافلات موزعة داخل وخارج مدينة الدوحة. هذا وأطلقت وزارة الاتصالات استراتيجية المركبات ذاتية القيادة التي تهدف إلى دعم الابتكار واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة. كما كشفت الوزارة أيضا عن دراسة مشروع التصميم المبدئي لربط مدينة لوسيل بشبكة طرق سريعة توفر تدفقا مروريا آمنا وفعالا بين لوسيل والدوحة مع تعزيز التواصل بين المدينتين لمواكبة النمو السريع للسكان. للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع نرحب معنا في الاستوديو بالسيد مبارك الخيارين الباحث والكاتب في الشأن الاقتصادي. صباح الخير سيد مبارك، وفي البداية لو تحدثنا عن أهمية هذه الخطة الشاملة للنقل 2050 وكونها خطة طويلة الأمد لقطاع النقل في الدولة، وبما يكفل تكاملها مع الاستخدامات الأخرى، الأراضي والتطور العمراني والنقل السكاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أرحب في سختي اسم الله سمس. في البداية طبعا الخطة العمرانية بدأت في عام 2008 تقريبا، وهي تزامنت مع وضع الخطة الاستراتيجية وبدء مرحلة إطلاق الخطة الاستراتيجية لحد هذا اليوم. الخطة تم مراجعتها في عام 2018، تم إعادة النظر في الأصول الخاصة في البنية التحتية حق النقل العام، وعادة النظر في موضوع الزحام، في موضوع المشاة، في موضوع المحطات، في موضوع يعني كثير من فالجوانب النقل العام الخاصة في فتم اعتبار سنة 2018 هي سنة الأساس، وبناء عليه تم عمل خطة شاملة لحد 2050 تقريبا. يعني تتكلمين يعني بحدود يعني زيادة في حدود تقريبا 28 سنة لحد 2050 تقريبا. هذه الخطة تم إطلاقها في عام 2022، استمر يعني تنقيحها والنظر فيها حوالي 4 سنوات من 2018 إلى 2022 تقريبا. أي بمعنى أن خطة كانت جدا ضخمة فيها تفاصيل كثيرة، يعني تكلمت على جوانب عدة مثل ما ذكرت الطرق العامة وكذلك المشاة والشاحنات وأنواع مختلفة من النقل العام. طبعا الخطة الشاملة هي أنا أشبه الخطة الشاملة هي بالجهاز العصبي للإنسان. إذا اعتبرنا دولة قطر هي عبارة عن جسم، فإن الخطة الشاملة هي الجهاز العصبي حق هذا الجسم هذا. يعني وبالتالي لك أن تتخيلين كمية الآثار والفوائد أو الأضرار إذا لم يتم عملية يعني الحسابات بشكل دقيق في وضع هذه الخطة يعني بأصول ومعايير جيدة. طبعا تكلفة الخطة لوحدها والدراسات التي جاءت فيها الخطة 2 مليار ريال،
يعني تقريبا هذه تكلفة الخطة فقط، تكلفة وضع الخطة والدراسات يعني العامة والتفصيلية ويعني والاستراتيجيات يعني ما الخاصة فيها، بالغت تكلفتها 2 مليار ريال. فما بالس بحجم الخطة التنفيذية. نعم. وبالتالي هذه الخطة تعنى في عملية استدامة الموارد المالية وصيانة هذه الأنظمة، التكامل بين أنظمة النقل المختلفة، إدخال أنظمة جديدة لنظام النقل العام. طبعا سابقا ما كان عندنا القطار أو المترو، أصبح الآن لدينا، أصبح عندنا أنواع مختلفة من النقل العام. طبعا الخطة الاستراتيجية الخاصة في وزارة المواصلات هي تعتمد على يعني أحد أهدافها الثمانية، هو أن يصل الشخص من نقطة A إلى نقطة B وعبر وسائل مختلفة من النقل بشكل مترابط وغير منقطع. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن وعملية ربط جميع أنواع النقل العام في بعضها، سواء كان بشكل يعني بناء المحطات، يعني مثلا محطات اسم الباصات بجانب محطات المترو، أو إعادة جدولة تشغيل التاكسي أو الباصات ذاتها، فبحيث أنها تغطي أكبر مساحة من الدولة. الهدف الثاني هو إمكانية الوصول لأي نقطة في الدولة، وهذه كذلك أحد الأهداف المهمة. كذلك زيادة العائد الداخلي لهذه الأصول والموارد، أي بمعنى أن جميع الخطط النقل العام هي خطط ذات سنوات عديدة جدا، يعني من 20 إلى 30 سنة تقريبا، يعني وتستهدف إعادة رأس يعني المال المنفق فيها من خلال قلة التلوث أو قلة انبعاث الوقود أو كذلك الحوادث والتكلفة الصحية ما ترتب عليها. فجميع هذه بالكامل هي تعتبر أحد الأهداف أو التي تقود الخطة يعني النقل العام بشكل عام. يعني نعم، لو ركزنا الآن على قطاع النقل البري، كيف تقيم حجم الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة؟ نعم. طبعا خلال السنوات الأخيرة جاءت ضمن حزمة الإعداد لكأس العالم هذه المشاريع بالكامل، وتقريبا وكان نسبتها فيما تقريبا في حدود 70-80% من هذه المشاريع، يعني تتكلمين على حوالي 60 يعني من 60-65 مليار تقريبا دولار. طبعا هذا الحجم مثل ما انا خبرت انه في عكس أهمية هذه الخطة وتطبيقها، وكذلك الطرق والأنفاق والمحطات التي بنيت والخطوط الجديدة التي بنيت، وكذلك الأنظمة سواء كانت أنت الأنظمة الرقمية والأنظمة التكنولوجية يعني اللي بنيت في هذا السيستم، كذلك إعادة تأهيل الطرق القديمة، إعادة صيانة الطرق القديمة، إعادة التنسيق مع الخطة العمرانية شاملة التي وضعتها وزارة البلدية والتخطيط. نعم. العمراني طبعا، واستشراف المستقبل إلى تقريبا 2050 ورؤية كيف سيكون شكل الدولة فيها يعني في هذه الفترة، ووضع خطط خاصة فيها. طبعا الحجم كبير جدا، الإنفاق كبير جدا، ولكن ما نراه اليوم أنا وأنتي أختي، فإذا قطعنا مثلا يعني إحنا تقريبا عندنا المسافة، فالآن وإحنا وفرنا تقريبا في أي رحلة في يعني في دولة قطر إحنا وفرنا 50% من وقت الرحلة سابقا. فالآن صحيح. أنا في مثلا في أي مكان أروح شمال أو جنوب أو غرب أو شرق، فإني أوفر 50% من وقت الرحلة. زاد على ذلك أن معدل الحوادث قل جدا ولله الحمد رب العالمين، وبالتالي تكلفة الرعاية الصحية قلت كثير ولله الحمد رب العالمين. فهذه كلها من الفوائد والآثار اللي وضع هذه الخطط، التي تعتبر إنما توضع لمرة واحدة، لأنها صعب جدا أنك توضع وتتراجع ثاني مرة. يعني هي من المشاريع التي توضع يعني بحذر شديد وبتخطيط سليم جدا،
وبالتالي يعني اللهم الحمد والشكر احنا الان نلمس الاثار الكبيره جدا لهذه الخطه في يومنا هذا، وان شاء الله تعالى في اثار ايجابيه اخرى ان شاء الله ستظهر لحقا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. من ناحية أخرى، وكما تعلم هناك دور مهم للنقل البحري في قطر والذي أثبت أهمية في أوقات استراتيجية، كيف يمكن أن ندعم اليوم منظومة النقل البحري وتعظيم الاستفادة منها في والاستفادة من الموانئ البحرية لدى الدولة؟ نعم، أول حاجة الموانئ البحرية لكل بلد في يعني لكل بلد في العالم هي عبارة عن البوابة الاستراتيجية للاستيراد والتصدير. طبعا حجم البضائع أو حجم مساهمة النقل البحري في أو حجم التجارة الدولية هو عبر المياه حوالي 80 إلى 85% أدفوع على مستوى العالم، يعني وحجم نقل البضائع عن طريق يعني الجو تقريبا 15 إلى 10%، فيعني فهذا حجم كبير جدا. أي بمعنى أن الشريان يعني الرئيسي والاستراتيجي لأي دولة هي الموانئ، وبالتالي الدولة عزها الله بدأت خطة في عملية إعداد الموانئ، بناء موانئ جديدة، إعادة تأهيل الموانئ القديمة وتغيير استراتيجية استخدامها. مثل احنا كان عندنا ميناء الدوحة سابقا، هذا الميناء كان هو الميناء الرئيسي في دولة قطر طبعا، ولكن في ضوء التخطيط الجديد أصبح هذا الميناء هو ميناء سياحي. نعم. يخدم يعني الأفواج السياحية والمراكب السياحية، وأصبح هناك ميناء متخصص جدا اللي هو ميناء حمد الدولي والذي يناهز ويعني أفضل الموانئ العالمية، وكذلك ميناء الرويس. فهذه الثلاث موانئ التي تعمل كشريان أو ثلاث شرايين في الدولة بسعات كبيرة جدا، بتجهيزات وخدمات كبيرة جدا وعلى مستوى. طبعا هذه الموانئ تساهم يعني في الناتج المحلي الإجمالي الداخلي، واضح، وكذلك الناتج في المحلي القومي. طبعا ما ننسى أن هي أحد وهناك خطط يعني كثيرة في عملية إدارة المحفظة الاستثمارية الخاصة في النقل البحري، حيث أن الدولة فالآن تقريبا وحسب تصريح المسؤول الخاص في شركة كيو تيرمينلز واللي هي القائمة على إدارة هذه الموانئ بالكامل، في إدارة وتشغيل الموانئ العالمية تقريبا في أوكرانيا، في أنطاليا، في إيطاليا، وهناك فرص كثيرة في عملية إدارة الحصول على امتيازات خاصة في إدارة وتشغيل هذه الموانئ، يعني بما يعني فأن هناك يعني خطط استراتيجية خاصة في التوسع على المستوى المحلي والعالمي. نعم، لا يمكن أن نغفل أيضا دور منظومة النقل الجوي مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية، وكلاهما الآن في صدارة التصنيفات العالمية، كيف يمكن أن نعظم الاستفادة منهما؟ نعم، أولا الخطوط يعني الجوية القطرية نحن لا نعتبرها مشروع تجاري، إنما نعتبرها مشروع قومي واستراتيجي كبير جدا، يعني بغض النظر عن يعني الأرباح والخسائر، ولكن هو مشروع استراتيجي قومي أمني بالشكل يعني أثبتت الممارسات والأحداث السابقة. ولذا يعني ولله الحمد رب العالمين، يعني الخطوط القطرية على مستوى تجربة العميل هي تعتبر من أفضل الخطوط العالمية على مستوى العالم. صحيح. وبالتالي هي في تواكب مستمر للتطورات الحديثة على مستوى خدمة العملاء، على مستوى جدول الرحلات، على مستوى الفخامة، على مستوى تجربة العميل. وكذلك الخطوط القطرية يعني في لديها الكثير من الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في المطارات العالمية والاستثمار في حصص المطارات العالمية، كذلك أخذ مساحات كثيرة وفتح خطوط ملاحية يعني خطوط ملاحة جوية. تقريبا الخطوط القطرية تخدم يعني ما يقرب 170 جهة تقريبا، وكذلك هناك في زيادة في عدد الأصول أو في عدد الطائرات الخطوط القطرية. طبعا نحن نلاحظ هناك في تنافسية شديدة جدا في الإقليم، سواء كان من جهة الشرق يعني ما تمثل في الهند، أو من جهة الغرب في المملكة العربية السعودية وغيرها، ولكن تبقى الخطوط القطرية ذات ميزة فريدة جدا من ناحية الخدمة، من ناحية التوسع، من ناحية الاستثمار.
وتعتبر كذلك، أنا أعيد الكلام وأكرر عليه وأكد عليه كذلك، أن الخطوط القطرية هي عبارة عن مشروع قومي استراتيجي تعدى المفهوم الربحي أو التجاري الذي ينظر إليه الشركات في الجوية يعني في مثل هذا النوع. نعم، كل الشكر لك السيد مبارك الخيارين الباحث والكاتب في الشأن الاقتصادي على كل هذه المعلومات. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، والآن ننتقل إلى أسواق المال، والبداية مع أحدث الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة. البداية مع البنك التجاري، والذي أعلن عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد، وذلك يوم 16 من سبتمبر المقبل، وذلك للموافقة على تعديل المادة 64 من النظام الأساسي للشركة لتتوافق مع ضوابط توزيع أرباح مرحلية سواء الربع أو النصف سنوية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، بحيث تنص على وجوب توزيع نسبة 5% على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. أيضا أعلنت شركة استثمار القابضة عن تغيير العلامة التجارية لشركتها التابعة إليجانسيا هيلث كير إلى أبيكس هيلث كير، مجددة التزامها بتنمية استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية ودفع نموها إقليميا ودوليا، وترسيخ مكانة أبيكس هيلث كير كشريك عالمي رائد في مجال الرعاية الصحية. أيضا أكدت شركة الفالح التعليمية القابضة عدم وجود أي معلومات أو أخبار جوهرية تؤثر على ارتفاع حجم التداول على أسهمها، وذلك بعد مخاطبة إدارة بورصة قطر للشركة بشأن زيادة الطلب على سهم الشركة، وذلك في إطار تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية لتحقيق مصالح المستثمرين عامة. والآن نأخذكم في جولة تفصيلية على أسواق المال العالمية والخليجية، وأيضا نتابع افتتاحات بورصة قطر لنتابع أداء مؤشراتها. نبدأ مع الأسواق الأسيوية، حيث ارتفعت الأسهم الأسيوية للجلسة الثالثة، وارتفع الين إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع مع تزايد احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. نستعرض الآن افتتاحات أبرز الأسواق الأسيوية. البداية مع نيكي، حيث منخفض بحوالي 19 النقطة المئوية، هانغ سينغ مرتفع بحوالي 1%، وكوسبي منخفض بحوالي 10 النقطة المئوية. وبالنظر للأسواق الأوروبية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قرب أعلى مستوياته التي بلغها خلال الجلسة، وسط مكاسب واسعة النطاق مع ارتفاع الأسواق العالمية، بعد أن صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة. نستعرض
نعتمد الآن آخر إغلاقات الأسواق الأوروبية. البداية مع داكس منخفض بحوالي 0.3%، فوتسي مرتفع بحوالي 0.5%، وكاك مرتفع بحوالي 0.2%. وفي الأسواق الأمريكية عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مكاسبها لتواصل اتجاهها الصعودي للأسبوع الثاني على التوالي، مع هبوط عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لإمكانية خفض أسعار الفائدة. دعونا نستعرض آخر إغلاقات الأسواق والمؤشرات الأمريكية. البداية مع داو جونز مرتفع بحوالي 0.1%، S&P 500 مرتفع بنفس النسبة تقريبا 0.1%، وأيضا ناسداك مرتفع بحوالي 0.5%. أما الأسواق الخليجية فقد تابعنا تباين في أداء الأسهم الخليجية مع إغلاق جلسة أمس، في ظل ترقب المستثمرين لاتجاهات أسعار النفط خلال الفترة الحالية، وأيضا تقييم مدى تأثر التوترات الجيوسياسية في المنطقة. نتابع معكم افتتاحات الأسواق الخليجية، والبداية مع السعودية مرتفع بحوالي 0.5%، دبي مرتفع بحوالي 0.14%، أبوظبي منخفض بحوالي 0.1%. نكمل مع مؤشرات الأسواق الخليجية، والبداية مع الكويت مرتفع بحوالي 0.14%، البحرين منخفض انخفاضات طفيفة، ومسقط مرتفع بحوالي 0.13%. ننتقل الآن إلى بورصة قطر، وتابعنا أمس تراجع المؤشر العام للسوق بنحو 0.20%، وسط تداولات بلغت 245 مليون ريال، حيث انخفضت أسهم 19 شركة وارتفعت أسهم 28 شركة أخرى. نتابع معكم كيف جاءت افتتاحية جلسة اليوم في بورصة قطر. المؤشر العام يشير إلى 10142 نقطة، مرتفع بحوالي 0.3%. حجم التداول تقريبا 65 مليون سهم، قيم التداول حوالي 104 ملايين ريال، وعدد الصفقات تقريبا 3900 صفقة. بالانتقال الآن إلى قطاعات السوق، البداية مع التأمين مرتفع بحوالي 0.18%، الاتصالات مرتفع بحوالي 0.15%، النقل مرتفع بنفس النسبة تقريبا، البضائع والخدمات الاستهلاكية مرتفع بحوالي 0.14%. نكمل أيضا مع قطاعات السوق، البنوك والخدمات المالية مرتفع ب 0.14%، الصناعات مرتفع ب 0.14%، والعقارات مرتفع أيضا بنفس النسبة بحوالي 0.14%. بالانتقال الآن إلى الشركات الأكثر نشاطا، بنك تخان حوالي 19 مليون ريال، شركة مزايا قطر للتطوير العقاري حوالي 7 ملايين ريال، استثمار القابضة أيضا حوالي 7 ملايين ريال، ومجموعة زدان القابضة 6 ملايين ريال. بالانتقال الآن إلى الشركات الأكثر ارتفاعا، والبداية مع QLM 10%، الفالح التعليمية القابضة 7.5%، الإيجارة حوالي 3.4%، والسلام حوالي أيضا 3%. بالانتقال الآن إلى الشركات الأكثر انخفاضا، مجموعة مقدام القابضة 1%، إدلالة حوالي 0.14%، الخليج للمخزن 0.13%، والدولي بنفس النسبة تقريبا. وللمزيد من النقاش نرحب بضيفنا السيد علاء الشيخلي، محلل الأسواق المالية، كما نرحب أيضا بضيفنا من بورصة قطر السيد يوسف بحليقة، المحلل المالي. نبدأ مع السيد يوسف. صباح الخير سيد يوسف، ونبدأ مع خبر البنك التجاري ودعوته للجمعية العمومية لإقرار تعديلات توجب التوزيعات النقدية المرحلية، تقييمك لهذه الخطوة من قبل البنك التجاري؟
صباح الخير لك ومشاهدين الكرام. حقيقة أن البنك التجاري يعني من البنوك الرئيسية في الدولة وأنها قادر على أعطاء مساهميها أرباح، إلا أن هناك إجراءات واضحة لابد الدخول فيها والأقرار فيها وعمل الإجراءات وأخذ الموافقات. الموافقة الأولية هي طبعا انعقاد الجمعية لها عن طريق الموافقة مع مساهميه بالدخول، ومن ثم الموافقة على توزيع أرباح مرحلية في حالة موافقتها. طبعا هذه الخطوة يتبعها خطوات وتعديل في التوزيعات بالنسبة، ومن ثم رفعها إلى يعني الأمور المتعلقة بالمركزي وأخذ الموافقة النهائية من طبيعتها. هذه الموافقات لا يعني لا بد من الإجراء فيها. لهذا السبب أعلن المركز التجاري على أن هناك انعقاد جمعية عن طريق الزوم، ومن ثم يبدأ في إقرارها وتوزيعها. بطبيعة الحال يعني البنك قادر أن يوزع أرباح ولو أنه 5% وأخذ الاحتياطي وأخذ القانوني في ذلك، حتى يكون أمور سلسلة ومريحة للبنك في الإجراءات هذه. هذا الخطوة أنا أول مرة يعملها البنك في خلال الفترات الماضية، وعلى هذا الأساس يعني أقدم على طلب مساهمية بالانعقاد وأخذ الموافقات. حتحظى بطبيعة الحال البنك التجاري بأمور ثانوية في خطوات ثانية عن طريق أن هذه التوزيع حيدعم البنك وحيدعم مساهمية وحيكون له مردود إيجابي بطبيعة الحال لسعره في السوق وكذلك توزيعاته. وأخذ يعني أهم من كل هذه هي يعني عملية الثقة الموجودة في الإدارة مع المساهمين ومع إدارة البنك بأن هذه البنك يعني إذا كانت في أرباح وطلب منه من توزيعها في المرحية قادر أن يوزعها بنسب متفاوتة وبأمور متعلقة مع أخذ الاحتياط الطبيعي القانوني لهذا البنك في خلال الفترات القادمة. شيء طبيعي وجيد نراه، وأنا أرى أن ذلك من الأمور يعني المتخذة وأسوة بالبنوك الثانية التي أخذت هذه القرارات. فإذا يعني البنك التجاري أراد أن يخطو هذه الخطوة بأمور جيدة، ونرجو له يعني كل التوفيق في هذا المسار بطبيعة الحال. نعم. سيد علاء، نجدد الترحيب بك مرة أخرى، وتابعنا خبر استثمار القابضة وتغيير اسم شركتها التابعة. كيف تقيم اليوم أداء هذه الشركة وخاصة مع توسعها الكبير في الأنشطة الاقتصادية سواء كان داخل الدولة أو خارجها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك صباح المشاهدين الكرام. طبعا يمكن شركة استثمار هي من أكثر الشركات المتنوعة من حيث الأنشطة في السوق. يمكن الشركة تعمل في عدد كبير من الأنشطة، عدد كبير من المجالات، تعمل في مجال المقاولات، تعمل في مجال الخدمات، مؤخرا دخلت في القطاع الصحي، قطاع الضيافة، وقطاع كذلك يمكن القطاع الترفيهي أو القطاع السياحي. مؤخرا يمكن كان لها افتتاح عدد كبير من المشاريع، آخرها يمكن كان المستشفى الكوري، سبق يمكن كان مستشفى ذا فيو في القطاع الصحي، أيضا كان لها يمكن مشاريع بارزة في القطاع السياحي من حيث الفنادق، يمكن أيضا جزيرة المها والوينترلاند كذلك، يمكن وعدد آخر تقريبا من المشاريع أعتقد أنه كانت لها بصمة بارزة خلال الفترة الماضية. كذلك يمكن الشركة اتجهت كذلك للتوسع الجغرافي، هو أمر أعتقد أنه هو أمر جيد. الشركة توجهت للتوسع في أكثر من دولة، سواء كان خليجيا كان لها افتتاح لأفرع في المملكة العربية السعودية، أيضا كان لها توسع يمكن في العراق، كان لها توسع في الأردن، الجزائر، وعدد آخر أيضا من الدول. هذا أعتقد أنه أمر جدا مهم بالشركة، أصبحت بحجم شركة يمكن استثمار من حيث الأنشطة ومن حيث أيضا حيث الخبرات.
طبعا الشركة أيضا مؤخرا يمكن طرحت برنامج للصكوك لتمويل مشاريعها المستقبلية ومشاريعها الحالية. طبعا الشركة يمكن خلال النصف الأول من العام الحالي حققت نمو بمقدار 10% إلى 221 مليون، وهو أعتقد نمو جيد في ظل الظروف اللي يشهدها يمكن الاقتصاد العالمي، وتشهدها يمكن ضغوطات كبيرة أكثر من قطاع تعمل في الشركة. يمكن هناك بعض الضغوطات في السوق على هذه القطاعات بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة. كذلك كان في نمو ممتاز في الإيرادات بواقع 20% إلى 850 مليون. فأنا أعتقد أن الشركة يمكن تسير في مسار جيد من حيث التوسع الإقليمي، من حيث التوسع في أسواق جديدة لاكتشاف فرص. أعتقد أن هي جديدة من شأنها أن هي تعزز من مكاسب المستثمرين. حتى اللحظة أعتقد أن النمو جيد في ربحية الشركة، ديمومة على الربح في مستويات تقريبا من 5 إلى 10% كنمو في صافي الأرباح. أيضا حجم الأصول حتى اللحظة يمكن من حيث السيولة أيضا كان عند مستويات جيدة. الشركة أيضا يمكن مستويات الدين فيها لا زالت عند مستويات مقبولة أو ليفرج يعني مقبول. فأعتقد أن الشركة لا زالت يمكن تسير في مسار صحيح. نتمنى لها يمكن أن يكون يعني مزيد من النمو ونزيد من التطور في المستقبل، مع الأخذ بالاعتبار أنه هذه المشاريع اللي قاعد تدخلها الشركة كلها في الفترة الحالية ستنعكس في فترات مقبلة. يمكن حاليا ما راح نشوف انعكاس المشاريع اللي قاعد تدخلها الشركة على نتائجها المالية، نحتاج يمكن إلى فترة من الزمن حتى يمكن تنعكس هذه المشاريع على نتائجها المالية وعلى يمكن أدائها المالي كذلك. نعم سيد يوسف، يعني هل تعتقد أن مؤشر بورصة قطر سيواصل التحرك العرضي خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تداخل المؤثرات الجيوسياسية مع أسعار الطاقة؟ أولا بورصة قطر يعني متماسكة، تبينت يعني إلى الآن عملية البيع والشراء متزنة نوعا ما، وعملية تسهيل أو بمعناها الدخول بالبيع العالي لم نرى بأسعار متدنية، فهذا يدعم السوق. طبعا عملية المضاربة داخلة بالسوق وعملية تغيير المراكز ممكن يكون واحدة من الأمور اللي تباين بالسوق، إلا أن السوق متماسك نوعا ما. أنا في رأيي أن السوق قد يحظى بارتفاعات ويتطلع بأمور يعني أكثر ارتفاعا، إلا أن الاتزان الموجود بين عملية الطلب بالشراء وعملية البيع حافظة. طبعا هذا يؤدي في النهاية إذا زاد عملية الشراء في ارتفاعات زي ما لاحظناها اليوم، عملية إقبال كبير في المساهمين، هناك مؤسسات وهناك محافظ تحاول تجني هذه الأسهم بعمليات أكثر شراء من بيعها، وهذا ما الفرص موجودة فيها، عملية الدخول بالشراء من شركة إلى شركة. لاحظنا هذا اليوم أو الأسبوع الماضي، هناك الشركات الناشئة دخلت على السوق وبدأت تحرك السوق، ورأيناها بارتفاعات واضحة تقاربت حتى إلى 9% زي فالح التعليمية وكذلك المحار وحتى مقدام. يعني هناك اتجاهات الآن في فرص دخولها الشركات ذات القيمة الأقل من قيمتها السابقة بدأت تتحرك، ورأينا يعني هذه الشركات متواصلة لأكثر من أسبوع في الدخول. شركة الفلاح قاربت فوق 50% من ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي ودخولها هذا الأسبوع، كذلك يعني المحار بدأت في الدخول. إذن هناك السوق إقبال الدخول في الشركات الناشئة في المرحلة هذه، ومن ثم بعد ما رأينا قطاع البنوك خذت استقرارها والصناعات خذت المرحلة الثانية من الاستقرار وكذلك النقل، بدأت الآن الشركات الناشئة في الدخول والسوق بدأ يتحرك نوعا ما. هذا يعطينا يعني نوع من الملاحظة بأن السوق محافظ
وقد يكون في ارتفاع لفترة مقبلة بعد ما تخطى أو بدأت الشركات الناشئة بالارتفاعات. بطبيعة الحال السوق عرض وطلب، وهذا ما يجذب المستثمرين بالدخول. طبعا القيمة الإجمالية في السوق نلاحظها في تداني، إذا هناك اتزان واضح. عملية البيع المكشوف لم تبقى موجودة، إنما على أسعار مرتفعة ونوعا ما في المحافظة على السوق، وهذا يعني السوق قد يقبل على ارتفاعات في الأيام القادمة أو خلال نهاية هذا الأسبوع بسبب الإقبال على الشراء، بسبب العودة إلى الشراء. هناك مراجعة، نعم نعم، هناك مراجعة فوستي كذلك، ولهذا السبب حيكون السوق في مجرى متداول في الوقت الحاضر. نعم نعم. سيد علاء، كيف تقيم اليوم مدى تأثير أداء النفط خلال الفترة الحالية على بورصة قطر وأسواق المنطقة؟ نعم، يمكن بالتأكيد أعتقد أنه أسعار النفط، أسعار الطاقة بالمجمل لها تأثير أساسي على الأسواق الخليجية. الأسواق الخليجية بشكل أساسي بحكم اعتماد موازنة الدول على أسعار الطاقة، فهناك ارتباط كبير ما بين أسعار الطاقة أو ما بين الأسواق المالية في منطقة الخليج وكذلك يمكن أسعار الطاقة. احنا شفنا يمكن ترابط كبير جدا ما بين حركة الأسعار الطاقة وما بين حركة بورصة قطر. يمكن القمة التاريخية اللي حققها بورصة قطر بالمقربة من 14900 نقطة في العام 2022 كانت بالتزامن مع وصول أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية قرابة 140 دولار للبرميل الواحد عقب بداية الحرب في روسيا وأوكرانيا. كذلك يمكن التراجعات اللي شهدتها أسعار الطاقة من ذلك الحين صاحبها كذلك تراجعات في بورصة قطر. لذلك يمكن احنا هناك ترابط كبير سواء كان من حيث النتائج المالية، لأن جزء كبير من الشركات القيادية في البورصة تعتمد نتائجها المالية، يعتمد حجم نموها على نمو أسعار الطاقة، مثل لدينا شركات مثل صناعات، مثل مسيعيد، مثل قامكو. هذه بشكل أساسي الشركات هذه أسعارها مرتبطة بشكل أساسي بأسعار الطاقة، بأسعار السلع الأساسية. كذلك يمكن احنا شفنا هنالك تأثير كبير لعمليات رفع أسعار الفائدة بخفض أسعار الطاقة، بحكم أن رفع أسعار الفائدة ينعكس بشكل أساسي على النشاط الصناعي اللي بدوره عامل أساسي في الطلب على أسعار الطاقة. لذلك يمكن شفنا مجموعة من العوامل اللي ضغطت على أسعار الطاقة وضغطت أيضا على الأسواق المالية. طبعا على المدى القصير جدا احنا يمكن ما نحس بشكل كبير بالترابط، لكن لو نقيسه على فترات طويلة راح نلاحظ أنه في ترابط كبير أيضا يمكن في أسعار الطاقة. يمكن يعني الآن لو نلاحظ يمكن تراجع أسعار الطاقة خلال أيام الماضية أقل من مستويات الثمانين، انعكس يمكن بعض الشيء على التداولات اللي قاعد نشوفها في السوق، انخفاض يمكن في مستويات السيولة، تحركات عرضية يمكن بسيطة. طبعا إضافة إلى أيضا التوترات الجيوسياسية يمكن على الرغم من أنه كان هنالك بعض الأخبار الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع المتعلقة به، حديث رئيس الفدرالي الأمريكي جيرمي باول في جاكسون هول عن توجه الفدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال فترات مقبلة، لكن يمكن ما شفنا هذا انعكس لحد اللحظة على السوق بحكم عاملين أساسيين. أولا ممكن التوترات السياسية، وكذلك يمكن أنه أسعار الطاقة لغاية اللحظة يمكن هي على تراجع. فأنا أعتقد أنه متى ما يمكن تم البدء بخفض أسعار الفائدة ورجعت مرة أخرى أسعار الطاقة للتحرك، أنا أعتقد أن الأسواق الخليجية من السوق القطري راح يكون لها نصيب كبير جدا من هذه التحركات بإذن الله تعالى. واضح سيد علاء، كل الشكر لك سيد علاء الشيخلي محلل الأسواق المالية، كما نشكر أيضا السيد يوسف بحليقة المحلل المالي. في
موضوع آخر مشاهدينا الكرام، كشف تقرير للمركز المالي الكويتي حديث أن حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75 مليارا و500 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023. كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 173 إصدارا خلال النصف الأول من العام مقابل 130 إصدارا في النصف الأول من عام 2023. ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك 55% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من العام بقيمة 41 مليار و5 مليون و500 مليون دولار بارتفاع نسبته 77% على أساس سنوي. للمزيد من النقاش نرحب بالسيد علي العنزي الخبير والمحلل المالي الذي ينضم إلينا من الكويت. صباح الخير سيد علي، وما هي أبرز العوامل التي تدعم سوق السندات والصكوك في دول الخليج خاصة في ظل النشاط الذي تابعناه على صعيد تلك الإصدارات خلال النصف الأول من العام الحالي؟ صباح النور أختي الكريمة والسادة المشاهدين الكرام. لا شك هناك عدة يعني عوامل تدعم الإصدارات للصكوك أو السندات في دول مجلس التعاون الخليجي. والصكوك من حيث سؤالك، نعم، التصريفات الائتمانية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي لا شك أنها تجعل الصكوك جاذبة في دول مجلس التعاون الخليجي، أحد أهم الأسباب. كذلك استقرار أسعار النفط، بما أن الدول الخليجية دول تعتمد على النفط، فبالتالي استقرار الأسعار يعطي هذه الدول أيضا ثقة في صكوكها وسنداتها المصدرة. كذلك التنوع الذي ترجوه دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي هذا التنوع يتطلب من دول مجلس التعاون أيضا البدء بمشاريع ضخمة وكبيرة في البنى التحتية والتنمية الاقتصادية، مما أيضا يعزز إصدارات الصكوك وأيضا السندات. أيضا هناك أيضا سياسات نقدية المرنة في دول مجلس التعاون وطلب المتزايد أيضا من المستثمرين، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية، تحسين بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون، جميعها يعني عوامل تساعد في إصدار المزيد من الصكوك، وأيضا توافق هذه الصكوك على مع الشريعة الإسلامية، بالتالي لمن يريد التنوع أيضا حتى متوافقة دينيا مع معظم يعني مستثمري دول المنطقة أو المستثمرين المحليين. نعم. هل تعتقد أنه استمرار التصنيفات الائتمانية القوية قد يشجع الدول الخليجية على مزيد من إصدارات السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة؟ نعم، حقيقة سوف استمرار التصنيفات الائتمانية القوية لا شك أنه يشجع على أيضا إصدار المزيد من الصكوك، بما أن هذه الصكوك أيضا تكلفة تمويل أقل، وأيضا لديها ثقة لدى المستثمرون، وكذلك مرونة أكبر في التخطيط المالي إذا ما كانت هناك تصنيفات ائتمانية قوية في دول مجلس التعاون. كذلك يعزز السمعة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث تنوع أيضا الأدوات التمويل في دول المجلس. نعم.
برأيك سيد علي، لماذا يتم الاعتماد بصورة أكبر على السكوك في الدول الخليجية في تحركاتها في أسواق الدين العالمية؟ بداية لأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وكذلك هناك لدينا جزء كبير الآن للمصرفية الإسلامية يعني مهم في العالم، بالتالي توفير متطلبات هؤلاء المستثمرون، كذلك أيضا تجذب شريحة أوسع من المستثمرين العالميين، وتعزز أيضا السيولة في دول مجلس التعاون، وتنوع أيضا أدوات التمويل كما تحدثت في السؤال السابق. نعم، يعني عدة أسباب منطقية أيضا بناء سمعة دولية في دول مجلس التعاون، وأيضا تدعم تمويل المشاريع التنموية في دول المجلس. وكيف سيكون انعكاس التخفيض المنتظر بأسعار الفائدة على توجه الدول الخليجية نحو سوق السندات والصكوك؟ لا شك أن بالبداية يعني تخفيض الفائدة بشكل عام هو يرفع من محافظ القروض، بالتالي هناك إقبال أكبر على التمويل، سواء كان هذا التمويل تمويل تقليدي أو تمويل إسلامي، بالتالي تكلفة التمويل أقل تصبح، إذن إقبال أكبر على أيضا السندات، طلبات أيضا أكبر على السندات وعلى الصكوك، وقد أيضا يحفز النمو الاقتصادي مثل هذا الخفض المنتظر لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. هل تتوقع سيد علي أن تواصل المصارف المركزية الخليجية تقفي أثر الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي؟ نعم، فدول مجلس التعاون في معظم دول مجلس التعاون سواء كانت مرتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي أو هناك ارتباط جزئي بالدولار كما هي الحالة في الكويت، سلة عملات، ولكن هذه سلة عملات في الكويت مرتبطة بالدينار الكويتي معظمها أو مكون رئيسي فيها الدولار، بالتالي ارتباط بالدولار الأمريكي يجعل من دول ملزمة باقتفاء أثر الفيدرالي الأمريكي لاستقرار السوق النقدي، أيضا للتخلص من تأثير التضخم العالمي، بالتالي دائما هناك سياسات عالمية يجب أن تتبع، وحتى وإن كانت في بعض الأحيان تخالف بعض السياسات المالية، ولكن للاستقرار أيضا الأسواق المالية النقدية في دول مجلس التعاون، وتعطي أيضا ثقة في السوق بأن أيضا السوق يتماشى مع متطلبات دولية، بالتالي تتحرك جنبا إلى جنب مع دول متقدمة في السياسات المالية، ثقة أكثر للمستثمرين في دول مجلس التعاون لأنها تحافظ أصلا على أسعار صرف العملات، بالتالي المستثمر يريد أيضا أسعار صرف ثابتة أو بتغيرات نستطيع أن نقول مقبولة نوعا ما، وليس كما يحصل في بعض الدول التي يكون لديها تقلبات في أسعار الصرف كبيرة جدا تؤثر على المستثمرين. نعم، كل الشكر لك السيد علي العنزي الخبير والمحلل المالي، كنت معنا من الكويت. والآن مع هذه الجولة الإخبارية، اجتمع سعادة الدكتور علي بن سميخ المري وزير العمل مع سعادة السيد علي صالح أبادي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل. وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا وقطر الخيرية اتفاقية حيوية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب غزة في ظل الصراع المستمر في المنطقة. تم توقيع الاتفاقية في مستودعات الأونروا في منطقة الوحدات بالعاصمة عمان كجزء من النداء العاجل لإنقاذ أهالي القطاع من الحالة الصعبة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. بموجب هذه الاتفاقية التزمت جمعية قطر الخيرية بتقديم أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود الأونروا في توفير المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الفئات ضعفاً في غزة. احنا جاينا هنا اليوم هي اتفاقية لتقديم مواد إغاثية من سلال غذائية وخيام ومواد رواد صحية لدعم المراكز الصحية بغزة. كما تعلمون الوضع في غزة سيء جدا، وحجم المساعدات اللي دخلت
لا يعني لا تتناسب مع الوضع الحالي. فنأمل احنا في قطاع الخيرية وكجزء من منظمات المجتمع المدني ان يتم فتح مزيد من المعابر والمكلف تدخيل مواد غذائية اكثر او مواد غاثية اكثر الفترة القادمة. بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية في السفارة القطرية في الأردن، قام الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني بالبدء بتنفيذ مشروع توزيع السلال الغذائية على مستوى محافظات المملكة. وكانت البداية من مدينة مادبا التي تبعد عن العاصمة عمان 35 كيلومتراً، وتحتضن ما يقارب 15,000 لاجئ سوري يعانون من ظروف معيشية قاسية. ويستهدف المشروع توزيع 2000 كوبون غذائي يتم توزيعها على 1600 أسرة من اللاجئين السوريين. ويكلف المشروع الذي يستفيد عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين في الأردن نحو 50,000 دولار. أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات دعوة جديدة للابتكار تهدف إلى معالجة التحديات الحالية في مجال القنوات الرقمية المتعددة من خلال برامج محادثة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح هذه الفرصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم مقترحات لحلول مبتكرة تسهم في توفير تجربة سلسلة للمستهلكين عبر منصات رقمية متعددة، وذلك في موعد أقصاه 10 سبتمبر 2024. ومن خلال هذه الفرصة تسعى هيئة تنظيم الاتصالات إلى الحصول على تقنيات مبتكرة لإنشاء برامج محادثة آلية توليدية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتكون غنية بالمعلومات. في موضوع آخر، أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم اليمين القانونية أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 34 وسيطاً ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة في إطار الدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيئة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري. أطلقت شركة مواصلات كروة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فعاليات حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي الجديد تحت شعار مدرستي بيتي الثاني. الفعالية التي تستمر حتى 31 أغسطس الجاري تهدف إلى تهيئة الطلاب نفسياً وذهنياً لاستقبال العام الدراسي الجديد في بيئة مليئة بالأنشطة التعليمية والترفيهية بمشاركة عدة جهات حكومية وخاصة تقدم محاضرات توعوية تشمل موضوعات عدة مثل الصحة العامة وأسس السلامة المرورية وغيرها من المجالات التي تدعم التنمية الشاملة للطلاب وتسهم في تهيئتهم للعام الدراسي الجديد. ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة نصف النقطة المئوية عند 79 دولاراً و54 سنتاً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة نصف النقطة المئوية عند 75 دولاراً و34 سنتاً للبرميل. أما بالنسبة للذهب، استقرت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استقرار الدولار بعد تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي عززت توقعات خفض الفائدة في سبتمبر. واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2545 دولاراً و50 سنتاً للأوقية، وتراجع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة عند 2510 دولارات و40 سنتاً للأوقية. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام برنامج جلسة الأعمال، على أن يتجدد اللقاء بكم يوم غد في تمام الساعة 9:30 بمواضيع وملفات اقتصادية جديدة. حتى ذلك الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.